السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى. مشيت لدبلن عند هشام وصورت أشياء رهيبة، عشان نقول لكم بالأخص الخرجة اللي كان هضر معكم منها دابا راح شيء جميل، واحد التحدي درتو. خليكم معايا وغادي تشوفوه، لا بغيت تشوفوا اشنو وقع، واشنو لقيت، واشنو شفت، واش يستاهل ولا لا، وخليو التعليق ان هذا الشيء شفت واش يستاهل ولا لا. لكن قبل ما نخرج لهذه الخرجة اللي كنصور معكم هنايا، غادي تكون بعض المناطق اللي غادي تشوفوها، وان شاء الله نساليو بخرجة ديال الجبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. بني قديم هنايا، الطريق واعر هنا كلها فيراجات قمة الجبل. صافي الفوق دابا شوف، شوف نضربوا لذاك الفيلاج اللي فيه الورود اوكي، داير فيه وولد ديزني. قربنا ليه، قربنا دقيقتين. هنا هذا الفيلاج هذا كتشوفوا كل شيء هنايا، درتو وولد ديزني، هذا الورود وهذا الشيء درتو وولد ديزني باش تصور الفيلم ديالها. وغادي نوريكم دابا الممثلين، غنشوفوهم في التحت ان شاء الله. هنا كتشوفوا عامر الدنيا هنايا، وغادي نشوفوا دابا الممثلين اللي يمثلوا في هذا الفيلم. غتشوفوا هما لابسين اللباسات ديالهم هنايا، واش هنا كاينين منطقة كلها زينوها بالورود. هنا بعد الديكورات اللي بقاو للاسف جينا لقينا مجموع، هذا هو المشكل، لقينا مجموع تعطلنا، يعني واحد الشكل اللي رائع بزاف. سبسكرايب لايك اند شير، ثانك يو فيري ماتش. يعني شيء كيحمق واعر بمعنى الكلمه. كتشوفوا هنا انا هبطوا مع الهبطه هذه باش تشوفوا كاع شنو داروا هنايا. كتشوفوا نتمنى من الله تكون باين لكم الفوق. يعني كل شيء اش يصاوبوه باش يديروا الفيديو ديالهم. ده تشكل ديال شجر الزيتون داروا. صوب هنايا، او ماي جاد، مرحبا بكم مرة أخرى. هشام جابنا لواحد البلاصة واعرة، أنا عشان نقول لكم تفاجأت بها، زعما واحد المنظر كاين في واحد الضاية ديال الماء. غادي نخلي هشام اللي ديجا عارف المنطقة غادي يهضر لنا عليها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية للمشاهدين الكرام، ضيوف الشيخ مجيد. مرحبا بكم في هذه المنطقة الجميلة جدا اللي هي من أروع وأجمل المناطق الموجودة هنا في الجزيرة الإيرلندية. هذه المنطقة هذه اسم ديالها غلاند لوك، هي من مناطق ديال كونتي ويكلو، يعني ناحيه ويكلو اللي كتوجد فيها يعني اعلى جبال هنا في الجزيره الايرلنديه، وهي من اروع واجمل المناطق هنا في القاره الاوروبيه. وهذه منطقه مفضله عند بزاف ديال الممثلين الامريكيين ومن اغنياء العالم. دونك بلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوها معنا هنا، ويومكم سعيد ان شاء الله. يلا مرحبا بالجميع، هاف نايس داي، انجوي. هنا تبارك الله كتشوف، نحاول نمشيو بشويه باش ما نزعزعوش الكاميرا شويه. تبارك الله عطي واحد المناظر رائعه هنايا. هنا كاين مناطق خضراء بزاف فين يجلسوا الناس دايرين القياطن ديالهم، وكاين واحد الضيا ديال الماء كبيره هنايا. نشوفوها نكتشفوها مع بعضنا. يا سيتي لاك، يعني واحد عباره عن بحيره. هذا هو البلان ديال اللي هنايا، حنا كاينين في هذه المنطقه هذه. غلاند لوك اسم ديالها، أبر ليك. المهم اللي بغى ياخذ فكره على البلاصه. مسخول الحال وكيبان داك البحر كيبري، كيلمع بحال دي ديامون فوق من الماء. هنا شي مره يجيب الانسان الدرون ديالو ويجيب
احنا للاسف منعين الباربيكيو، منعين الطياب، منعين الطيب، كل شيء كاين، ودايرين لا مارش دابا يطلع للجبال دابا تطيح الكريشه هكا بايسام. ها زعما راه روعه بمعنى الكلمه. الناس والجو اليوم ما شاء الله متجع جميل جدا. ها حتى الجو اليوم زعما اش نقول لك زوين بزاف اوروبا، لان الجوده والجماليه ديال هذه المناظر الخلابه وهذه المناظر الخضراء الجبال وهذه الغابات ما شاء الله. واو شوف 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 روعه. واو بيوتيفول ده. ها واو هناك ما كتشوف الشاشة في جي تي جي أول مرة الشاشة في حجم هشام داير اللايف ديالو في الفيسبوك. المفاجأة يعني ملتقى جبلين هنايا، واحد جوج ديال الجبال بحال كتسمى الخنق، كيكون بين جوج جبال هنايا المنظر، الناس كتعوم وكل شيء، يعني خاصنا ندخلو نعومو حتى حنا علاش لا. معاش ما كون جبت البادل بورد الناس كتصيد تما، يعني واحد المنظر اللي هائل ما شاء الله. يعني جبال شامخة ما شاء الله، تما كيكون واحد الشلال كينزل، يعني جبل ضاير كيكب الماء وكيبقى هنايا تبارك الله، يعني شيء رائع في معنى الكلمة. انظر من ناس صيفة دايرين بعض الممرات باش كيدوزو الناس كيتمشاو، اللي بغا يطلع للجبال اللي بغا، يعني مجهز بمعنى الكلمة، ودايرين حتى بلاصة كيلعبو فيها الدراري الصغار، دايرين لهم البارك ديالهم فين يلعبو، يعني يستاهل الإنسان يجي لهاد البلاصة ويستمتع بها لا سمح الظروف. وكي كنقول ديما الا كانت الارض بهذا الجمال كيفاش غادي تكون الجنه بطبيعه الحال، واللي متفق معايا يخلي التعليق ديالو بطبيعه الحال. ني اش نقول لكم، راه واخا نوصف التنعيه راه شيء جميل بمعنى الكلمه. الجو بارد 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 بارد، فكرني هنايا غير بأوريكا وستي فاطمة بحال داك السيستيم هكاك داير، زعما راه والله العظيم شيء رائع بمعنى الكلمة. غنحاول نشوف شي بلاصة اللي كيطلعو منها الجبل الفوق لقيتها، غادي نحاول نطلع نشوف من الفوق نصور لكم، ومن بعد غنديكم واحد الفيلا صغير كاين في الدخلة ديال هاد المنطقة باش نقول لكم راه شيء رائع، غنخليها لكم تشوفوه من بعد هاد. انا نشوف الا لقيت كي ندير نطلع للفوق، وملي كون راجع غادي نوري لكم هذاك الفيلاج الصغير اللي قلت لكم. بات لي واحد البلاصه كيطلعوا منها، غادي نحاول نمشي نشوفها كي دايره وندير نطلع نجيب دوره تما نوري لكم هنايا الى صدقات لينا هاد الطلعه هادي. طالعين من الفوق كاين الناس الفوق كيجيو من هنايا كيمشيو الفوق، نحاول نجيب الجهد ديالي ونطلع. المهم ادعيو معنا حنا نقدروا نطلعوا للفوق. عييت والله عييت، الله طلعت شوية وعييت، باقي كاين فوق، الله باقي كاين طريق نوريكم، كاين طريق الفوق، الله جيت من التحت، التحت فين كنت، غنكمل الطريق في خاطركم، تا الما ما جبتوش معايا، غنتوكل على الله وصافي، دايرين طروج باش أنكم تطلعوا مع هاد الجبل هذا. هم الله شحال من درجة فيه، نورمالمون كان عليهم يكتبوا شحال من درجة كاينة في هذا الجبل هذا اللي دايرين على الأقل، ولكن الحمد لله بعدا حيت دايرين هذا الجبل هذا، عفوا حيت تلفت كاع، الحمد لله حيت دايرين هذا الدروج الفوق.
كتب لكم الضياء ديال من تحت، واحد المنظر لي روعة ما شاء الله. كنظن هنا كيكون فيه الماء كينزل مع الماء الا كانت شتاء ولا حاجه بحال هكاك، لكن ما دايرينهاش. كاينين جوج دروج، كاين طريق كدير هاد الجهه، كاين دروج هنايا نمشي نتبعو اقربهم. المهم دعيو معنا ما نتجلاو ولا الا خرج لنا الحلوف. انا هاد المنطقه ما عرفتش فيها الحلوف ولا ما فيهاش. يلا يجعل السلامه. السفل بدا كيمشي، فكرتني ها واحد المره مشينا المولى ابراهيم وطلعنا مع واحد الجبل ناري ما قدرتش والله العظيم، ما عرفتش هادشي داير هنايا. نورمال خص يكون شي حد لوكال اللي كيفسر الحاجه، ولكن غالب الله حنا اكتشفوا. ها طلعت لفوق، ها شي 5 دقائق وانا كنجيب دوره. طلع طلع مع هنايا، شوفوا الطريق عاوتاني كي داير. اهبط اللي بغى يهبط. شوف الناس لتحت، كيف الناس اللي لتحت. غنحاول نشوف. تلاقيت مع واحد قلت لكم، قال لي غتمشي هو تنزل عند واحد الشلال كاين تما، ما عرفتش فيه الماء ولا لا، حيت كنت كنهضر بالزربه ما قشعتش اش قال، حيت راه هنا كل منطقه وعندها الانجليزي ديالها بشكل. المهم غادي نمشي نشوفو كي داير ونكتشفوه مع بعضنا، حتى انا كنكتشف معكم. غتسمعوا واحد الشلال كاين لتحت، ما عرفتش غادي يبان لكم ولا لا، الصوت ديالو عاطي تحت ما بان لي حنايا خاوي الدنيا. خاص الناس اغلبهم بداو كيرجعوا حنايا، الله جينا حقا الليل نهار طويل، راه ما كتغرب الشمس حتى 11 الليل. واحد المنظر رهيب شنقول لكم. غنمشي نتبع الماء حتى نشوف، غنشوفو فين كاين الانطلاقة ديالو والمنبع ديالو الى قدرت. دابا تقريبا نص ساعة ديال المشية طلوع على الجبل، رغم انا كنقطع الفيديو مرة كنفتح، ولكن عييت والله الا عييت. اخيرا كاين هنا شي ناس كيتمشاو، سمعتو قال لي غير نتمشاو حتى لا كاع تعطلنا نباتو هنايا. قلت لهم في خاطري داكشي يبقى، هما كاين فهاد الجهة هنايا. المهم شتو هنايا، انا غادي نرجع في حالي، عييت تقريبا ساعة دابا كملت هاد ديال المشية في الجبل، طالعين مع الفوق. هادي ما عرفت فين غاديين، وانا داير فيهم عقلي تابعهم. كاين طريق اخرى من هنا، والله ما عرفت فين غادي هادشي. وكان لقيت واحد الورقة لتحت كاتبين فيها ما تحاولوش تمشيو في هاد الطريق، راه كيقطعو الشجرة، فأي لحظة تقدر طيح شي شجرة. والله ما عرفتش، لذلك خصني نشوف واش نرجع ولا. عييت والله عييت، ولكن مزيان بحال شي انسان يتمشى شويه في الطبيعه ويدير شويه رياضه المشي، الحمد لله مزيان. غادي نحاول، اش غادي ندير، نحاول نرجع يمكن شي بان ليا. هادوك وقفوا تما كنشوفو واش باغي يديرو. المهم حتى هي شاف خلينا تحت، المشكله الريزو ما كاينش، ما كاينش الريزو هنايا. بان لي شي واحد ينزل من الجبل الفوق، غنمشي نسولهم نشوف اش كاين الفوق، اش كاين شي حاجه ولا غير نرجع. كملت الطريق باقي، المهم عارف بين لهيه كاين هذيك الضايه ديال الماء. هنا كاين طريق كبيره، هنا كاين طريق صغيره، كاينين شي علامات نورمالمون كان علينا نعرف الكود ديالهم. علينا مات لي واحد السيده الفوق هي وراجلها طالعين، غنتبعهم راسي قازح. مشكله حتى الريزو ما كاينش. يلا غير دير ربي تاول الخير وصافي. صافي وصلت لحد هنايا، هنا كاتبين قال لك اجباري خصك ترجع هنايا، خصك قال لك ما تمشى، قال لك خصك دير 2 متر. اصلا هنا كيقطعوا الشجر، ولكن كنشوف شي ناس الفوق طالعين. اشنو نطلع؟ بان لي غادي نطلع، وعلاش؟ كون كاكا ما يطلعوش الناس، هما الفوق غادي نطلع، غادي نطلع الله يطلع. كاين واحد جوج سيدات تماهم طالعين، غادي نطلع حتى انايا ما كاين حتى مشكل. هنا سبحان الله العظيم الحجر بحال فيه كيبري، بحال فيه شي معدن ولا شي حاجه هني، شي يعني ما اول مره نشوف بحال هكا الحجر.
شنقول كي الحديد سبحان الله العظيم. انا شنو نوريكم واش غادي يبان، شوف كي يلمع سبحان الله. اول مره نشوف بحال هاد النوع تاع الحجر، يعني هاد تقدر منطقه بركانيه ولا شيء بدا كيحيدوا العواد. ناس كاينين الفوق، كاينين الناس الفوق. المهم نطلع نطلع هيد، هادوك الملاد بقاو لتحت هيد. تقريبا انا وصلت القمة وقالها والو، هادي الفوق هنايا، هادي القمة هنا الفوق، غادي نطلع ليها. كان الطريق من هنايا غادي نعيد، الله يلاحيت. المشكلة حتى الماء مجبدوش معايا. واخيرا وصلت الفوق، قربت قربت دابا بقى والو، واحد ربعة ديال الدقائق ولا خمسة ونصل لفوق كلشي ديال الجبل. المهم خليكم معايا، هاد الكيبل تحت تحت كلشي. غنحاول غنحاول نشوفو الجهة الثانية. لك ليك بدا كيبان فيه شوية شوية اللي كيبان، منظنش غادي يبان بالكاميرا، بالحق التليفون باش صورت ما جبتش الكاميرا، وغادي نشوفو ان شاء الله. المهم بقاو معايا بقى معايا للخرف خاطر هاد 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 المشية اللي مشيت. وعيت لقيت شي ناس كاينين باقي، ما عرفتش منين دازو ما عرفتش منين جاو، ولكن واحد المنظر هنا رائع. باقي ليا شوية للقمة ديال هاد الجبل هذا، ولكن واحد المنظر غادي نوري لكم من الفوق، راه عشان نقول لكم راه رهيب. المهم خليكم تشوفوه. المهم هنا ضيت الماء في كنت لتحت كتبان لكم، راه شيء رهيب والله العظيم. وكانت الكاميرا الكبيرة وكان فيها الزوم راه غتشوفو بين لتحت، راه بنادم مكيبانش كيبانش الناس لتحت. هنا المنطقة ديال الجبلين، هذاك الجبل اللي لها عالي، وهنا لقيت معاهم دري صغير طلع، ما عرفت كيفاش دارت طلع الدري صغير انا وما قدرتش. تقدر يكون طلع من الصباح ولا كنعيت. واحد المنظر شنو نقول لكم والله جميل بمعنى الكلمة. خير هنا وصلت، كيبان لكم الداير فوق لتحت، عفوا كنقول فوق عييت. كيبان لكم دابا الداير الفوق الباركينغ لتحت، واحد المنظر عشان نقول لكم راه جميل بمعنى الكلمة. كتشوفوا انا هنا ما كرهتش تكون جالي فيصل فيصل فلوق، نجي وندير معاه واحد الخرجة غندورو كاع هنايا. المهم اللي شاف هذا الفيديو حاول يطاقي لينا فيصل فلوغ باش انه يشوف هذا الفيديو ويجي الا بغا نديرو شي خرجه هنا في ايرلندا، علاش لا. مرحبا به. صافي فاش تمشى الا بغيت تمشى عليه باش ما تزلق ما حتى حاجه. الجهه الثانيه كيف هنا من الفوق عالي، انا عارف. لقيت واحد السيده هي ورجلها جايين، قلت لهم واش باقي ترا، قالت لي مشي بزاف ساعتين، هادو قالوا لي 20 دقيقه، هادو قالوا لي ساعتين ديال المشي، ولكن راه هاد الطريق هادي كلها اللي وريتكم ديال العود راه غادي حتى طالع على واحد الجبل، ولكن ساعتين ما غنديرهاش. غادي نوريكم هذاك ملتقى الجبلي اللي غتشوفوا كي داير وغادي نرجع. صافي عيد والله الا عيد. المهم في خاطركم واخيرا صافي هذا هو المنظر اللي غنوريكم الاخر، وغادي ينزل غادي ينزل صافي عيد، ولكن شوفوا معايا اشنو لقيت في هذا الفوق. قلت لكم داير اليوم الطريق هادي باش تمشى عليها، يعني راه المسافه طويله كي قالوا لنا ساعتين ساعتين، وانت تمشى فوق هذا العود ودايرين فيه المسامر خارجين كي كتشوفوا باش ما يزلقوش باش الناس ما تزلقش، سواء كان شتاء ولا ما كانش. حيت قالوا لي حتى فوق الشتاء الناس كتجي، قلت لهم انا في الصيف وحلت. المهم واحد شويه غادي نوصل للفوق اللي قلت لكم باش نوريكم المنظر، وغادي نرجع بطبيعه الحال. المنظر رائع بمعنى الكلمه، شنو نقول لكم راه يجنن. كيف خص الانسان يرد البال، انا ما عرفتش الارض متماسكه ولا ما تماسكاش. شنو نقول لكم راه شيء رهيب بمعنى الكلمه والله العظيم. هذا شنو نقول لكم، يعني الماء اللي وريت لكم في التحت كيجي من لهيه، شفتوا الشكل ديالو من الفوق، يعني يستاهل. المهم خليو لي تعليق واش يستاهل ولا ما يستاهلش، وكي قلت لكم طاقيو لي فيصل فلوغ الا بغى يجي مرحبا به، كنقول ليه مرحبا
غنخرج معاه الخرجات هنا في ايرلندا كاملها ان شاء الله الرحمن الرحيم. واخيرا نزلت، شفتي كنت فوق 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 داك الجبل، ومن بعد منه فين كنت جبت الطورة ونزلت الحمد لله. نوريكم البلاصه هنايا، الحمد لله نزلت. هذا المنظر اللي رائع، شي نشوف ماي الدار دابا كيصونغوا عليا، ما عارفونيش فين مشيت والريزو ما كانش. تلقيت الميساج فينك فينك فينك. يلا غنمشي ندوزكم لواحد البتي فيلاج غتشوفوه، نتلاقى معكم بعد قليل. هنا واحد البتي فيلاج، هذا هو اللي قلت لكم من الفوق غادي نمشي نشوفوه. فيه واحد الكنيسه قديمه، هي بحال شكل ديال الصومعه، وفيه واحد لوطيل كذلك. المهم غتشوفوها عجبكم بمعنى الكلمه. واحد السوق هنايا، سوق ديال الاشياء التقليديه هنايا، حيت هنا معروفين بالغنم وهذا كتشوفوا. هي اشكال صنع يدوي. هنا السوق كاينين هنايا، الماكلة كتباع وكل شيء. هذه كنيسة قديمة هنايا، شوفوها كذا من الداخل. اللي بيعرف الاسم ديال المنطقة هنا راه مقاطعة ويكلو. هي وهاد المقبرة هادي قديمة بزاف، وآخر واحد تدفن فيها كيقولو هو هذا. هاد المقبرة هادي تدفن هنايا في 1902، آخر واحد تدفن في هاد المقبرة هادي، قديمة بزاف. هذه مقبرة قديمة، وحاجة كيقولوا هنا كانوا الناس متدينين بزاف، يعني كانوا شادين في الدين، حتى الأخلاق ديالهم يعني هاد الناس اللي كاين دابا، الأخلاق يعني أخلاق شنو نقول لكم، أشكال والله العظيم، ناس طيبين بمعنى الكلمة. وهناك كانوا ناس شنو نقول لكم معروفين بالدين، يعني كانوا شادين في الدين والتقاليد الدينية. الذبيحة ديالهم، الذبيحة ديال أهل الكتاب، كانوا كيشدوا كل شيء، كيشدوه بمعنى الكلمة. هذيك الصومعة اللي شفنا قبيلة، نحاولوا نقربوا ليها، راه عالية بزاف وقتيمة. آخر قبر هنا تدفن في 1902، وراه عشان نقول لكم راه كانوا مزينين والناس كيدفنوا هنايا. كنيسة قديمة هنا، عشان ما كاين غير ضرب ضرب شي تصور، أنا ما نتصور مع المقابر. هذاك هو الجبل فين كنت قبيله شفتو، عندك ماشي الفوق، الفوق ما قلت فيه كنت فهاد هنا فين كنت هاد الشجر. شفت هذيك التصويره ديال اللي دايرين في مايكروسوفت ديال الكمبيوتر، ديال المنظر ديال الهضاء والجبال والسماء، راه هو هذاك المنظر اللي كنا فيه ياك. شو طافي بارا هاك، دونك هذيك الصوره يعني اقتربت من ذاك المنظر اللي مشينا ليه، اللي كاينه في مايكروسوفت، اللي كتكون في الويندوز، الاغلب في الويندوز. يعني شنقول لكم شيء جميل. نهبطو لتحت نشوف واش كاين فيه. هادي الكنيسة حتى هي قديمة، الأغنام ديال الغنم الفوق، راه كاين الغنم سارح بوحدو في الفوق، كنبغي نصورو كيما غاش يبان بالكاميرا. كنائس وشو الحجر مسقفين بالحجر، الله انتبهت ليها، يعني الدار دايرينها بالحجر. ولا شنو نقول لكم، راه صحاح، شوف شحال من عام هادي باش كاين مبني هادشي، يعني تبارك الله. شوفني ديالهم كثير، والسقف هنا السقف اللي استغربت ليه، السقف بالحجر يعني متقون بمعنى الكلمة، مستود ما كيخليوش الناس يدخلوا، ما عرف مكتوب بالأي شيء. هذا قال لك أثر وطني، مهتم به وزارة الثقافة والآثار، ما كاتبينش حتى التاريخ ديالو وقتاش دار. داكشي قديم، حتى داك الرحاب باش كنت حنا اللي كيبان لكم الداخل. شفتو؟ نعم داك الواد اللي كنا فيه، هنا المنطقة نفسها. المنظر شنو نقول لكم، جميل بمعنى الكلمة والله العظيم. شنو كيداير با هشام؟ منظر جميل. ها؟ منظر ما شاء الله، يعني نتمنوا المشاهد يتمتعوا بهذه المناظر الخلابة الجميلة جدا، يعني ما شاء الله، يعني
كما يقولون بالانجليزي اتس لايك بارت اوف بارادايس يعني ياك. من ناحيه الالوان الخضراء يعني واحد ما شاء الله ديال حتي الله جميل الوان ديال الاخضر يعني اخضر ناصع اخضر غامق يعني الشجر كتشوف فيهم واحد الالوان ما شاء الله وواحد الهدوء واحد الصفه ديال المياه حتى هي يعني ما شاء الله ان شاء الله انا اول مره كنكتشف هذه الاماكن هذه انا اول مره عندي على فكره يعني كيجيو لها اغلبيه السياح الامريكيين ما شاء الله ايرلندا اول مكان كيزور شوف الفلوس 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 في الارض بزاف ديال الفلوس لتحت الاخيس هنا كيانو هما نزلنا نجمعو تبان لي واحد جوج اورو جوج اورو اخرى راه انا ما عرفتش يبان ولا ما يبانش تفتفت في الكاميرا يلاه نهبط تفتفت ياك تفتفت باش ما يشوفونيش انا هبطت نجمعو شوف 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 الخير هذا هو الكنز هنا طاح ريال هنا قلبوا عليه والله الا فلوس كثيره دابا شكون غادي يدي هاد الفلوس هادشي غاديهم السي هشام ويعطي شويه والله العظيم شوف اللي جا هنا يجي يجمع الفلوس داك الشيء علاش كيسجلوا مع 10 الليل المرشد السياحي ديالك يعني ويا اخويا فهمتيني في الارض تفكر الكاميرا تفكر الكاميرا تنزل هذا هو المنظر اللي قلت لكم كاين هنايا كنيسه قديمه زعما شنقول لكم روعه بمعنى الكلمه شوف كانوا كيبنيو الكنائس ديالهم القبور ديالهم هنايا والله كي قلتي الناس اللي كانوا عايشين في هذا الزمان يعني اش نقول لك ايوا دايم الله اخويا هشام دايم الله الفندق هنايا كاين شاب نار بيتزا كيتبع كلشي البيتزيريا تما كلشي